مساء الثورة والوحدة والجمهورية. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تحية طيبة مباركة في الثلث الثاني من الشهر الفضيل، وكل عام وكل ليلة وأنتم بألف خير وصحة وسعادة وعافية، ومن نصر إلى نصر بحول الله وقهره وعظمته. اليوم جميع أنظار اليمنيين في الداخل والخارج تتجه صوب قبائل أبناء البيضاء الشرفاء الأبطال. هذه القبيلة أو هذه القبائل التي أثبتت اليوم أنها عصية على عبر التاريخ على الميليشيات والرجعيين والمتخلفين. في الماضي كان لهم وقعا تاريخيا غير مسبوق تتحدث عنه الأجيال، نسمع عن قصص يعني ترفع لها الرؤوس أو ترفع الرؤوس وتنحني لها الجبهات. اليوم مشاهدي الكرام نناقش إن آخر مستجدات محافظة البيضاء، وكيف يحاول الحوثي كسر أي قبيلة تحاول أن ترفع رأسها لتقول لا للمشروع التدميري، لا للخراب، لا للدمار، لا للقتل، لا للنهب، لا للسلب، لكن البيضاء غير بقية القبائل عبر التاريخ. تستعد اليوم أو البيضاء بكل رجالها لمعركة الخلاص الوطني ضد المشروع الكهنوتي. قبل أن أذهب إلى تفاصيل هذه القضية واتصالات الجمهور، أذهب إلى فاصل كالعادة ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم على تطبيقي الإيمو والدو وعلى الأرقام المباشرة. نتابع إذن مشاهدينا الكرام عبر التاريخ. البعض يقول على أنه الحوثي، وهذا الواقع أنه في أضعف حالاته اليوم، حتى القيرعي زعيم المهمشين لو تحرك في ثورة انتفاضة شعبية سيتحرك الشعب معه. أي قبيلة، أي شيخ، أي عميد، أي قائد عسكري سيتحرك ضد الحوثي الشعب سيتحرك معه. أهم حاجة أن توجد الثقة أنه هذا من سيتحرك بمشروع وطني الكل سيكون معه، لأن الحوثي تجاوز كل الخطوط. الحوثي يعني خالف الإجماع، خالف الكتاب، خالف السنة، خالف التاريخ، رمى بكل العادات والتقاليد خلف ظهره وارتكب حماقة الكبرياء والميليشيات والعنجهية والغطرسة والكبرياء والغرور. أول متصلين معي، مرحبا، طلع لي عنوان يا أستاذ وشكرا. ألو مرحبا. ألو نعم. يا هلا ومرحبا معي يا أخي. ألو نعم، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك. ارفع صوتك الله يخليك. شهر مبارك عليكم. علينا وعليك. ألو. معك أبو محمد علي زياد. أهلا يا أبو محمد، على رأسي يا أخي، تفضل. الله يسلم رأسك، الله يعافيك. الله يخليك. هات ما عندك. والله يا أخي علمنا مقتل جهاد الأصبعي. هذه نموذج لمئات القضايا، يعني لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة إذا سقط اليمنيون. هذا الحوثي يجب أن على الشعب اليمني كله يقف صفا واحد على طرده. صحيح. قريب إن شاء الله يا محمد، قريب سيزول هذا السرطان وسيزول هذا الظلم والظلام إن شاء الله. لا يوجد معهم مشروع ولا يوجد معهم دين ولا إنسانية ولا مبادئ ولا أخلاق ولا شرف. أشكرك يا أبو محمد. أعود وأقول للسادة المشاهدين، الثورات دائما أحيانا تقهض لكنها تستمر. أقهضت ثورة 48 وجاء بعدها ثورة 55 التي خاض غمارها وقادها الشهيد البطل المقدم الثلاية أحمد الثلاية رحمة الله عليه، ثم استشهد ولكنها لم تنتهي. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من معي يا أخي؟ أبو أخ فارس، كيف حالك؟ حياك، عرفنا عليك، من معي؟ معك خالد محسن. أهلا يا عم خالد، تفضل أخي تفضل. كيف حالك؟ شهر مبارك علينا وعليك إن شاء الله. هات ما عندك يا أخي. والله إحنا من الذي منتظرين للرحلة حقنا في القاهرة. واصل يا عم. والله لا خمسة ولا حتى الآن ولا خبر. إن شاء الله سجلوكم مؤسسة صالح، مع أنه الموضوع غير موضوع أنا اليوم يا عم خالد. سجلوكم مؤسسة صالح. كيف يا أخي؟ أنت سجلت لدى مؤسسة الصالح؟ سجلناي ولكن ولا أي خبر. بتوصلكم يا عم خالد، هي على دفع، أنت عارف معهم أكثر من 700 حالة، بيوصلوا لهم إن شاء الله. الصبر. كيف؟ الصبر بيوصلوكم يا عم خالد، الصبر. يلا خير إن شاء الله. أشكرك يا عم خالد، أحييك. ومتصل جديد. ألو. مرحبا.
السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مساك بالخير، كيف انتم طيبين؟ يا حي ابو نوره، حياك الله يحفظك. الله يحفظك، منورنا دائما، تفضل. الله يحفظك. والله يا طول العمر ما نريد الا درف اهل الشعب وارجع كرامتهم وعزتهم. نعم. العالم يا طول العمر قاعده تشتغل وتضوي معيشتها بنفسها، محتاجين دائما نعم واستقرار ومدرسه، ولا هم بحاجه الدوله يا اخي. يقوموا بالدولة بس يعزوا الناس صح ويقوموا بكرامتها، لكن لا مجيب لهذا الكلام يا طول عمر. فنرجو يا طول عمر ان يتحركوا الشرفاء، اذا عاد في حركة يا طول عمر تقوم بهذا الشعب المنهك. ان شاء الله. الثانية يا طول عمر اللي اتصل امس، هذا اللي يقول ابو مسلم، اللي يقول يا طول عمر الشرعية ومدري وايش، وانتوا يا المؤتمرين تسبوا، ايش سوى لك المؤتمرين؟ مسخر لك انا يا طول عمر، تعبر عن رايك انت وغيرك وقنواتك اللي انت تدعي انها قنواتك، ما زلت الاذرعي قاعدين مع الاذرعي يا طول عمر، طلع نزل الذي هو خراب البلد ودماره من اول يوم يا طول عمر في الساحات. نعم. كان يضر ببالها يا طول عمر على انهم ضحايا، واليوم يا طول عمر ما قاعد يا اذرعي، اين افترت؟ اين طلعت؟ اين نزلت؟ ولا يفكروا في الشعب ولا هم دارين اين الشعب. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقاعد يخجلوا. هذه قناه يا طول عمر، قناه المرحوم علي عبد الله صالح، وهو مسخر نفسه للشعب ومات. نعم. من اجل الشعب. الا هو بياع يا طول عمر، لا خرج وعاش في اي دوله سلطان. نعم. لا احد قال له شيء، لكن لم يقدر يبيع بلده، مات في سبيل بلده. اشكرك يا ابو نوره، تحيه لك. دمهم ويا طول عمر يعبر، واحد قاعد جاي يعبر يعبر بالمصداقيه، ولا يبطل الاتصالات اللي ما لها داعي. اشكرك اشكرك، ونحترم كل الاراء يا ابو نوره، معليش نحترم كل الاراء. ومتصل جديد. الو الو، مرحبا. الله، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من معي يا اخي؟ معك خالد المرزوقي. اتفضل يا عم خالد. كيف الحال؟ طيبين؟ نحمد الله على كل حال. هات ما عندك. شهر مبارك، كل عام وانتم بخير. تتابع ما يحدث في البيضاء؟ الو، معك يا عم خالد، هات ما عندك. موضوعنا اليوم على حشد القبائل البيضاء ضد المشروع الكهنوتي. اليوم إن شاء الله البيضاء على موعد مع النصر واستعادة اليمن من هذه الميليشيات. غير يا شباب، شكرا يا عم خالد. ألو، مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال ورمضان كريم؟ أيوة مرحب. إن شاء الله النصر قادم بإذن الله. من معي أختي؟ تفضلي. الشاعرة فرديس السياغي. يا هلا يا هلا، تفضلي يا شاعرة. الله يحييكم. ما بلا بس موضوع حشد هذا جهاد الأصبحي، كم صيحنا وكم قلنا الحوثي مشروع كهنوتي. الحوثي لا بيفرق لا بين قبيلة، سواء مثل قبيلة حاشد أو بكيل أو مثل البيضة. أو صحيح. الحوثي حربه يعني هدفه يعني الوحيد، ومركز على المرأة اليمنية بشكل عام. لأنه جبان، لأنه جبان يا أخت برديس. ما عمر العرب، ما عمر العرب ولا القبائل ولا الرجال ولا الأبطال ولا الشرفاء ولا المشايخ اعتدوا على قدسية المرأة إلا لأنه جبان، لأنه يعرف إنه هذه عرض كل يمني، ويريد إسكت الأبطال والرجال عشان يعني يسكتهم بعرضهم، مش عارف إنه هذه ستكون شرارة المرأة. طيب. هي لمن تكون شرارة. طيب. لأنها ما سبب حرب المرأة؟ ما سبب حرب المرأة؟ نعم. ما تسألتوش، ما تسألتش قبائل اليمن ليش بيجمع المرأة؟ بالأمس أنا أسجن ومعي يعني عشرات ومئات من السجينات من كل أطياف ومن كل بنات اليمن. نعم. واليوم يقتل ويشرد، يعني كأنه خلاص مع المرأة. طيب رسالتك أخت برديس، رسالتك لأبناء قبائل البيضاء. رسالتي شب النكر. هاتي ما عندك. بعد بسم الله، شب النكف يا كل بيضاني علن، شب النكف والحرب، ردي يا رداع يا فزعة البيضاء وقت الرد حان، إلا الشرف والعرض ملعون من خضع، يا القبيلة السزي أنا بنت اليمن، دمي هدر في وسط بيتي بالنصع، قاومت تلك الفرس حاربت الخوان ولقنت بالحوض درس حتى وقع، بيضاني هو الدم يرخص للوطن، جهد بمعنى الإسم والجد من فزع، يا كل نشمي حر محصل محتصن، رجال من البيضاء ما تخشى الوجع، الدم من يقضيه دم والغالي الدم من يقضيه دم، ولو غالي الثمن ولا بد ما نتأر بقدره المستضع،
الصاع صاع مننا لا للحزن، يكفي لنا فضلين يا اصحاب الخدع. الله الله، هذه رسالتي لاهل البيضاء، واهل البيضاء ان شاء الله ونعم ونعم فيك يا اخ برديس، صح لسانك ان شاء الله. هذه هذا بمن يعني شيء بسيط، او لعل ان القبائل تفزع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. البيضاء غير، قولي للحوثي البيضاء غير، البيضاء ما هي بقيه القبائل، معروف عبر التاريخ. شكرا اخ برديس، شكرا اخ برديس. ومتصل جديد. الو الو، مرحبا. الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، من معي يا اخي؟ ابو عفاش. اهلا يا ابو عفاش، تفضل اخي. ياسر فارس، انا ادعو عارف ياسر العواضي، الشيخ ياسر العواضي. خلينا ننزل الناس منازلهم يا ابو عفاش، هات. انا داري، بس انا قصدي خذوا بوصايا الزعيم علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح قاد 2 ديسمبر وقاتل قتال الابطال. نعم، واحنا ندعيها الان انه يفعل منجز مثل علي عبد الله صالح ان شاء الله. اسكتوا للحوثيين. نعم، احييك يا ابو عفاش، يد من حديد. احييك، وادعو طارق محمد عبد الله صالح. ندعو كل قبائل اليمن يساند يا ابو عفاش. ما حصل في البيضاء حصل في كثير، يا ابو عفاش ما حصل في البيضاء هو قضيه كل يمني حر. احنا بعيد عن الحزبيه، قلنا لابناء القبائل جميعا دوسوا الحزبيه تحت اقدامكم، خليكم مع مشروع الوطني، مع تطهير البلد من هذه الشرذمه، مع استعاده الدوله والجمهوريه. يا ريت، واحنا نتمنى هذا ان ترجع جمهوريه ان شاء الله، الحريه والديمقراطيه. اشكرك يا ابو عفاش. اصحاب البيضاء ما اعتدوا على احد، اصحاب البيضاء ما هتكوا عرض احد، اصحاب البيضاء يدافعون عن كرامتهم، وعندنا دستور الهي. الله يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهؤلاء معتدين، قتلة، مجرمين، سفاحين، حان الوقت تطهير البلد وانقاذ اليمن واليمنيين من هذه الشرذمة الخبيثة. ومتصل جديد. الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير اخي فارس. مساء النور العافيه، من معي اخي؟ ابو جمال. يا هلا ابو جمال، تفضل اخي. تحياتي لكم، تحياتي لاهل البيضاء، ولكن لا يزغ المرء من جحر مرتين، لا نترك اهل البيضاء. الحوثي اهون من بيت العنكبوت، ولكن لما جبهه تنشعل والبقي نايمين، صحيح. انا اقول لك انا بكسرهم. الحوثه بيجمعوا طولة الليل، أي جبهة تنشعل يجمعهم زي الأغنام، زي الأغنام بالليل في القاطرات، ونتركوا ما كذا. لا، يجب أن الناس يكون يد واحدة، صحيح. كما قال الزعيم، ينتفض الجميع من الشرق للغرب، من الجنوب للشمال، مش جبهة تنشعل وهم يحشدوا لها، صحيح. ويش كسروا، صحيح يا أبو جمال. نظم صوتنا إلى صوتك، في عنصر مفاجأة إن شاء الله، ما في داعي نتحدث في الإعلام. الأمور الأمور إن شاء الله مرتبة هذه المرة، وكما قلت لكم أجهضت يا أبو جمال ثورة 48، وأجهضت ثورة 55، حتى بعد ذلك جاءت تأسيس الضباط الأحرار، وجاء بعد ذلك ثورة 62، وستعود كل شيء إن شاء الله. صبر. أشكرك يا أبو جمال. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. ألو يا الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل اخي، من معي؟ يا الو، مساء الانوار. مساء النور العافيه، من معي اخي؟ معك ابو قاسم يا استاذ فارس. يا هلا ابو قاسم، تفضل يا ابو قاسم، على راسي اخي. كيف حالك يا اخي؟ والله نحمد الله على كل حال. الخيانات الحوثيين ما بينجحوا الا من صحيح. الخيانات، صحيح. أنا أعذر أهل البيضاء أنهم ينتبهوا للمندسين، لا يلحقوا أصحاب عجور، صحيح. إذا كان أن الضالع لم ينهزموا، وهم طبعا أقل قوة، صحيح. تحية لكل أبناء الضالع. نعم، الله تبارك الله. نعم. إذا المندسين بينهم يحذروا المندسين، صحيح، هذا يعني تحذير لهم، يحذروا المندسين والمتوسطين. نعم، وكذلك الشرعية، أنا لا أؤيد دخول الشرعية مع أصحاب البيضة يا أستاذ فارس. وإحنا معك. هذه المرة هذا دستور القبائل المتعارف به، نكف القبلي، نكف قبلي. الله ينور. نعم. عليك. نعم، وأنت ما شاء الله عليك، الله يوفقك إن شاء الله. آمين. أمورك طيبة وما شاء الله. الله يكرمك يا أبو قاسم، تحية لكل الشرفاء. وإحنا قلنا يا جماعة، اليوم البيضاء، أبناء البيضاء دعوا لنكف قبلي، وهو الدستور المتعارف لدى كل القبائل. يا عليها العار، عليها العار من سيترك
أبناء البيضاء يواجهون هذا المصير. لا يتحدى الحوثي يقول على أنه يريد أن يكسر خشم أي قبيلة تقول لمشروعه رجع إلى ما. أبناء البيضاء كسروا خشم الحوثي وداسوا رأسه في التراب وهم معهم السلاح الشخصي. وتحية لأبناء الضالع. واليوم أبناء البيضاء لديهم في الظهر خمس محافظات محررة هي ظهر أبناء البيضاء. ونشهد للواء بحي بحرع الذي قدم 4 شهداء وذكرتها في حلقة الأمس، قال دائما صنعاء تسقط من الشرق وتتحرر من الغرب. في هنالك مفاجآت نبشر اليمنيين إن شاء الله. إحنا منتظرين فقط ساعة الصفر. الحوثي الآن بيحشد إلى المناطق السوادية. قبائل اليمن لبت الدعوة والنداء وما زالت متواصلة إلى قبائل العوض وإلى كثير من قبائل تحشد. وإن شاء الله ستعود اليمن واليمنيين وسيعزف الجميع سمفونية النصر على هذه الشرذمة. ألو مرحبا. ألو. يا هلا ومرحبا أبو مريم. كيف الحال؟ نحمد الله على كل حال يا أبو مريم. أمنا بالله كبير. الخير. أمنا بالله كبير في هذا الشهر الكريم. أقول لك. ها. أنا معي رسالة بس. اتفضل قل ما عندك يا أبو مريم. خليك متفائل، أهم شيء خليك متفائل. علماء اليمن عندما خاطبهم الزعيم في مسجد الصالة وقال لهم لا يعني يخافوا من الله على المرأة والطفل وإخافة الطريق وابن السبيل. ها؟ نعم تذكر الكلام هذا؟ صحيح صحيح. نقى وحكم قال هذا كتاب الله بيننا وبينهم ولكنهم ايوه صحيح رفضوا. هل في كل واحد ما وصلنا اليها العين وصلنا الى المراه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يا اهل العار وصلنا الى المراه ولا لا؟ صحيح. وامس قالوا في زمان رموا طفل صغير كذا في رداع في رداع نعم قتلوا ايضا احد الشباب وهو عابر يمشي. يا شفت انت كيف؟ كم يا جرائم يا أبو مريم؟ كم يا جرائم عاد بقى تظهر؟ خلي بس الميليشيات هذه تنتهي بإذن الله وبقى تظهر جرائم يندلها الجبين ما قد ارتكبت في العالم في التاريخ. أحييك يا أبو مريم. معانا مخطط نمشي على خطى الزعيم بس. أشكرك يا أبو مريم. أشكرك يا أبو مريم تحية لك. أذهب مشاهدنا الأكارم إلى فيديو لأحد مشايخ البيضاء وهم يكذبون مزاعم الميليشيات الحوثية. اليوم الحوثي أمام خيارين. يا حوثي أمامك خيارين، إما الاستسلام وإما الاستسلام. ليس أمامك الخيار أمام قبائل البيضاء. لا تقول على أنك كسرت جبهة أبناء حجر. أبناء حجر صمدوا 65 يوم وكانوا محاصرين من 4 جهات. الحوثي نحن نعرفك على أنك ضعيف جبان، ولو كنت راجل ما ذهبت يعني لضرب النساء وسجن النساء والاعتداء على أي شخص كتب عليك بوست في فيسبوك ولا تويتر. إلا لأنك جبان. اللي واثق من نفسه ويعرف نفسه أنه جبل ما نزل إلى هذا المستوى. ما عمره خالف قواعد وعادات العرب وأصولها وعاداتها وتقاليدها. أذهب إلى فيديو لمشايخ أبناء البيضاء وهم يكذبون مزاعم الحوثي حول أنهم وصلوا إلى اتفاق أو قبلوا أي تحكيم مع هذه الميليشيات. نتابع ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم. اليوم الثلاثاء تاريخ 12 رمضان على أنه طلع منشور من قبل الأخ حسين العزي والأخ مصلح أبو شعرة على أني اتفقت أنا وياهم والتقينا في التاريخ يعني هذا واتفقنا على ما نشروا فيه، وهذا منشور غير صحيح جملة وتفصيل. لم أحضر أنا وياهم إلا في تاريخ يوم الخميس تاريخ 7 رمضان، والذي تم بيننا وبينهم شروط مسجلة. أولا تسليم الجناه للعدالة، 2 إطلاق المختطفين، 3 إعادة المنهوبات، 4 تسليم سيارة الوكيل ورد الاعتبار لها، 5 صيغة وثيقة يصيغوها الذي أنا أختار، 6 تشكيل لجنة من الطرفين للتحقيق في خروج الحملة ولماذا وما سببها وهي المسبب في ذلك. 7 اتفقت أنا وياهم اللي اختياري من مشايخ البيضاء من مكيراس إلى ردع، وهذا الذي تم بيني وبينهم. وعيب الكذب، ويا لو ما هو يا حمد دقون على أن يكذبوا على هذا اللحية على أن اتفقت أنا وياهم على شروط غير هذا. الشروط الذي تميت أنا وياهم عليها هي هذا،
يعني الخمسة الشروط والخمسة البنود إن لا نقاش في أي موضوع في العيب إلا بعد تسليم الجناه وصال ما ذكرناه في الخمسة الشروط قبل أي النخوض في أي قضية أو في أي حديث أو في التحكيم. والتحكيم هو في العيب صح، في عيب البنت أنهم عابوها وغدروها، وهذا ما تم الشروط بيني وبينهم. ويا حما عليهم الله المستعان، يعني يسجلوا علي بيان غير صحيح، ولم أتفق أنا وياهم على هذا الكلام نهائيا. الله المستعان. إذن مشاهدي الكرام، ختم أحد مشايخ البيضاء بهذا القول: دائما الميليشيات تكذب كما تتنفس، وعمرها حاكمت. يسألوا أنفسكم كم جرائم ارتكبت هذه الميليشيات ومشرفيها، هل حكموا أحد؟ هل طبقوا شرع الله وهم يدعون المسيرة القرآنية؟ آخرها قضية المدرس الذي قتلوه داخل صنعاء وذهبوا ادوا 10 بنادق وثور، وهكذا قيمة اليمني عندهم ثور وعشرة بنادق. هؤلاء الذين يدعون أنهم أبناء بنت رسول الله وأنهم يقودون المسيرة الشيطانية كما يزعمون، يعني اليوم طفح الكيل، الناس وصلت إلى قناعة أن هذه ميليشيا إرهابية، هؤلاء خوارج العصر. أقسم بالله أن كل من سيقاتلهم أنه على حق في هذا الشهر الفضيل، لأنهم ظلموا، قتلوا، تمردوا على العادات والتقاليد، ارتكبوا كل الجرائم. أشعد باقي يا جماعة بعد أن يصلوا إلى الأعراض والانتهاكات وتفجير بيوت الله؟ ما عاد باقي معنا. وما اتصل جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساك ومساء كل المشاهدين. مساك بالنور النعيم. يا أخي هذه الميليشيات، عرفنا عليك، من معي يا أخي؟ معك حسين عزيز العميد. حسين عزيز، أهلا يا سيادة العميد، تفضل على رأسي يا أخي. يا أخي الميليشيات هذه مشي أول مرة تعملها. صحيح. من بداية دخولهم ومن قبل دخولهم قتلوا المئات بل الآلاف من الأبرياء على أيدي مشرفيهم وعلى أيدي منتسبيهم. صحيح. ظلما وعدوانا، وفي حوادث مع سبق الإصرار والترصد، وفي حوادث فردية ومتفرجة. يعني لو تذكر نبدأ من فين، أبدأ لك من حادثة الصنباني في الحديدة، من حادثة الخمسة في العود، من أي حادثة أبدأ لك. هذول هكذا سياستهم، اقتل سيد الله ظهر السيد. معاهم شوية خوخة وبلاطجة علموهم على هذه السياسة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لفرض أنفسهم بسياسة الترهيب والبطش على الشعب عبر الترهيب والبطش، ففرضوا نفسهم بهذه الطريقة. الفرد فيهم يبدأ يتم تدريبهم من الصف. اقتل ولا ظهر السيد، اقتل ولا ظهرنا، ما يهمك. ما عمرهم قدموا واحد لمحاكمة أو لتحقيق، وإن قدموا سوريا وقيمة القبيلي وقيمة المواطن اليمني جاهزة. خمسة بنادق هذا إذا عظمت، إذا قضية كبيرة. عندك قضية السكني شيخ، والمشكلة محسوب عليهم كان السكني. بالأخير لا قاتل ظهر ولا سلموا حد المحاكمة ولا حد حاكم ولا حد حاسب على مقترفه. هكذا سياستهم، اقتل ولا ظهرنا. ولا دية اليمني المواطن معروفة، ثلاثة بنادق لا عظمت، خمسة بنادق. الله المستعان، الله المستعان، لو وصلنا يا هند. وجابوا اثنين هجر وقت الله التحكيم، وعاد الايجار الاثوار، عاد الايجار، ما قد نشيل بنيه تبذر لانهم عارفين انه حيرجعي القبيلي، ما عجبه شنو ياكل لحمه في دم صحابه. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب سيارة العميد، رسالتك لابناء البيضاء اليوم. البيضاء الناس، جميع الانظار، جميع ملايين اليمنيين ينظرون ما الذي سيكون. هل ستغير المعادله قبائل البيضاء؟ هل ستعيد مجد ما بداه اجدادهم آل العواضي وغيرهم من مشايخ البيضاء في 62 وفي حصار 70؟ رسالتي لأبناء البيضاء، اتحدوا اتحدوا اتحدوا، ولا تسمحوا لحد يدخل بينكم. نعم. قعور رجال يد واحدة، احنا نتمنى نكون جنبكم، لكن الظروف ابعدتنا من عندكم، ومعانا رجال هناك عندكم كفر الله خيرهم. اتحدوا وانتبهوا على نفسكم، ولا تصدقوا اي مفاوضات سلام. كل مفاوضات السلام هي محاولة لاختراق صفوفكم. صحيح. لاختراق صفوفكم والتجسس على أوضاعكم. أي محاولات مفاوضات هي فقط لإعداد العدة للهجوم عليكم. صحيح. هم الآن بيأخذوا نفس عبر هذه المفاوضات. أشكرك. كل ما طالت المفاوضات كل ما تحركت عقكم، وإحنا هنا بتوصلنا معلومات إنه كل يوم بتخش حملات باتجاه البيضاء من عدة نواحي، قد بيجمعوا لكم الناس لهناك. لا تعطوهم مجال إنهم يأخذوا نفسهم ويهجموا عليكم. اتحدوا هذه اهم حاجه. اشكرك سيادة العميد، احييك. وهي رساله ايضا لابناء القبائل الشرفاء الابطال، انه اليوم تقريبا المجرب فشل،
الحوثي مجرم قاتل سفاح وحان الوقت لكل أحرار اليمن أن ينتصروا لقضية كل الضعفاء كل المساكين كل المظلومين. ومتصل جديد. ألو، اسمعني من الجوال الله يخليك. من معي يا أخي؟ غيره شباب غيره. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، من معي يا أخي؟ معك أبو شدادي من مارب. أهلا يا أبو شدادي، تحية لكل أبناء مارب، تفضل أخي. تفضل أنت على الهواء. يا شدادي أنت على الهواء، هات ما عندك. غير يا شباب. عيد الاتصال يا شدادي. ومتصل جديد. ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم الاستاذ بارك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. انت على الهواء، من معي يا اخي؟ الو، في معنا مشكله في الاتصال ولا ايش؟ الو مرحبا. اسمعوني من التليفون الله يخليك، اسمعوني من الجوال، اسمعوني من التليفون. وعليك السلام ورحمه الله، من معي يا اخي؟ كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال. عرفنا عليك، من؟ ابو محمد. تفضل يا ابو محمد، هات ما عندك. كيف حالكم؟ كيف رمضان؟ والله الامور الى خير ان شاء الله، امنا بالله كبير وفي الابطال. يا اخي الامور حق البيضاء خلاص تحلوها رجال الله، وانتهت القضيه مع في سلاحي انكم تاثروها وتزودوها وتطولوها. خلاص على كيف انتهوا، كيف انوايا مع محمد؟ ما سمع، ما شفت انت الشيخ الخضر، ما شفت انت فيديو الشيخ الخضر اليوم الذي قال انه ونفى وكذب مع هذه المزاعم؟ لا لا خلاص كذا القضيه ان شاء الله منتهيه، ما فيش داعي للتحريك المشاكل من جديد. اذا شوفوا العالقين وقضايا العالقين خلي البرنامج في قضايا العالقين خليها افضل. والله بنناقش كل شيء، احنا مع الجمهور، مع جمهور الشعب اليمني في مختلف القضايا. يلا تحياتي لك. احييك يا ابو محمد، احييك. والتخديرات هذه لا تصدقوها، لا تصدقوها ولا المتحوثين ولا الحوثه الذي بيقول لك انه هؤلاء لا عهد لهم ولا ميثاق قربناهم. والله يا جماعة لو كانوا يحملوا مشروع وطني لكنا معهم، لتجاوزنا كل الخلافات، ولكنهم قتل مجرمين إرهابيين متطرفين نصابين كل ما شئت فيهم. ومتصل جديد. ألو 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 مرحبا. هلا، تفضل أخي، من معي؟ معك عبد العزيز من المملكة. تفضل يا عم عبد العزيز، هات ما عندك. واصل انت على الهواء يا عم عبد العزيز. غير يا شباب، غير يا شباب. ومتصل جديد. الو الو مرحبا. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ارفع صوتك يا اخي، ارفع صوتك عشان نسمعك، ارفع الصوت. الو الو، يا هلا ومرحبا. يا هلا استاذ فارس، كيف حالك؟ حياك، من معي يا اخي؟ تفضل. معك ابو كنعان، حياك ربي يسلمك. يا الله يحييك ويسلمك. كلنا مع اهل البيضاء. احييك، تفضل يا ابو كنعان. الحميد طارق، عمل كبير. معك ابو كنعان، حياك. واصل. واصل يا ابو كنعان. عملنا بالعميد طارق صالح وليس في شرعيه الفنادق، عملنا في العميد طارق. نعم. وفي كل قبائل اليمن وابناء الجيش والكل، كل الاحرار، كل الشرفاء. يا اخي نعم، احنا ورجالنا واولادنا ومالنا مع العميد طارق صالح. نعم. شرعيتنا هي الخنادق وليس الفنادق يا اخي. صحيح. وتحياتي لك. اشكرك يا ابو كنعان. احنا قلنا لكم يا جماعه في بدايه الحلقه، اقسم بالله ان الحوثي جبان وفي اضعف حالاته، ولو تحرك القردعي أو القيرعي عفواً، الله يرحم القردعي، لو تحرك القيرعي هذا قائد المهمشين والله إنه الكل بيتحرك بعده، لأنه الناس وصلت إلى قناعة. الناس منتظرين فقط قائد يقول لك أنا كيف أخرجوا قاتل، لأنه هؤلاء عبارة عن قطع ضباع، لو معهم مشكلة مع واحد رسلوا له 20 طاقم 30 طاقم، مثل ما قال المتصل العميد حسين عزيز يقول يقتل أظهر السيد، وهو يعني أخذوا القتلة والمجرمين خرجوهم من داخل السجون. هؤلاء المسيرة القرآنية، المسيرة الشيطانية الذي عليهم سوابق والذي هم قتلوا وإرهابيين خرجوهم، وسير قاتل وأنت في وجوهنا. إن استشهد هكذا يعطوسك، إن استشهد فقدك قاتل وقد بيغفر لك الله، وإذا ماشي حصل لك حاجة عينوا مشرف
وقد فيه نزعة الشر والنزعة الشيطانية، ولذلك يمارسوا هذه الجرائم بحق أولاد الناس. فمتصل جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ أحييك يا فارس. أحييك. من معك؟ عبد الناصر أبو جمال. اتفضل يا أبو جمال. ندعو أهل البيضاء أن يجتمعوا مع بعض ويتفقوا مع بعض ويتوحدوا ضد هذا الكهنوت. نعم. بس المشكلة هي مش هنا، المشكلة إنه لما تتحرك جبهة ضد جهة معينة تتوقف الجبهات الثانية. هل صحيح؟ المشكلة صحيح، تجار الحروب يا أبو جمال، تجار الحروب. لكن إن شاء الله شوف دحين، إذا تحركت هذه القبيلة بتتحرك كل القبائل، أنا وعدك. تتحرر البيضاء، البيضاء قريبة إلى صنعاء، يعني تحركت الجبهات كلها. نعم صحيح، انتصرنا على الحوثي. صحيح، الحوثي عنده جمعة مرتزقة، سرق متقطعين، لقطهم من الشوارع من الجبال. صحيح، وقابهم. ما أدرك لكل ظالم نهاية. أبو جمال، يا أبو جمال، الفراعنة والجبابرة والمتكبرين والذي ظلموا من قبل، أحيانا الذي سلط الله عليه ذرة، والذي سلط الله عليه نملة، والذي سلط الله عليه طيور أبابيل، وهكذا لكل ظالم نهاية. هذه قاعدة الأرض وهذه قاعدة السماء وقوانينها. فإذا عجزت قيادة الأرض صح، ممكن. ما الذي يمنع اليوم أن تكون دم الشهيدة جهاد هذه يعني شعلة أو شرارة لإنقاذ البلد من هذه الشرذمة والانتصار لدماء المظلومين والمضطهدين والمرجومين في سجون الميليشيات؟ رحم الله شهيد جهاد، هم يعتدوا على حرمه وعلى بيوت الله وعلى فهذا لن تكون الأخيرة إذا صمتنا وسكتنا. يا أبو جمال، نقول لكل أبناء اليمن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وحان الوقت أن نقول قف كش ملك أيها الحوثي، حان الوقت لتطهير البلد منه. أحييك، شكرا يا أبو جمال. تتحركوا. أحييك يا أبو جمال، شكرا لكم. اتصل جديد. ألو. ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أشكركم. أول شيء عرفنا عليك أخي العزيز، من؟ أبو مالك. الله يسعدك. الله يسعدك يا أبو مالك، تفضل أخي العزيز. الله يسلمك. أنا أوجه التحية للعميد طارق علي عبد الله صالح، وأرى أنه هو الأجدر بقيادة المرحلة، هو حفتر اليمن إن شاء الله. أتمنى من العميد طارق أن يدعم جبهة البيضاء. وبالنسبة للأحزاب وغيرها من الذين موجودين في الساحة مع الشرعية وغيرهم، هؤلاء يا أخي العزيز لا يمكن أن يرى اليمن من الأحزاب خيرا. صحيح، بالذات الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين كان الزعيم علي عبد الله صالح حفظه الله رحمه الله يحذر من الإخوان المسلمين. صحيح، تمام. فهم يأكلون مع الراعي، يعني هم يستغلون أي شيء، يرعون مع الراعي ويأكلون مع الذئب. صحيح، من أجل تحقيق. طيب يا أبو مالك، يا أبو مالك، المشكلة إنه التحالف مراهن على الإخوان هؤلاء. المشكلة إنه التحالف الدول الشقيقة والصديقة مراهنة على هؤلاء الإخوان الذي هم مصنفين إرهابيا عالميا، وهم عاملينهم في وهذا المفارقات العجيبة في جميع العالم، مصنفين إنهم إرهابيين ويدعمهم في اليمن. ما ركبتش هذا الموضوع؟ نتساءل يعني. نعم يا أخي العزيز، لكن أنا أكرر أنه المرحلة القادمة إن شاء الله ستكون بإذن الله مرحلة حاسمة إن شاء الله. أمنا بالله كبير. إذا كان العميد طارق سيقود هذه المعركة، في الشعب اليمني سيلتف حوله إن شاء الله كل الأبطال بإذن الله تعالى. وحييك يا أبو مالك، وبإذن الله تعالى. شكرا لك ونحيي هذه المعنوية من الكهنوت ومن الإرهاب. أشكرك يا أبو مالك، تحية لك ولكل المغتربين. ومتصل جديد. ألو. ألو، مرحبا. غير شباب. يا هلا ومرحبا، من معي يا اخي؟ استاذ فارس، كيف حالك؟ يا حيا مرحبا على راسي يا اخي، من معي؟ الله يسلمك، ابو طارق. اتفضل يا ابو طارق. انا اقول الله يزيد فضلك بإجازة، اقول كما قال قبلي، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر ابناء البيضاء، ولكن لابد من قوات ميدان، يعني صحيح. خير الدفاع هجوم، لابد منه. الأمير طارق
الله يطول عمره لابد ما يوقف مع أبناء البيضاء لو بكتيبة ماهرة في القتال. هنالك تصريح على موقع الرسمي وهي رسالة كافية. ادخل إلى موقع العميد طارق شوف ماذا قال عن جبهة البيضاء يا أبو طارق. الله جزاه الحمد لله. أنا الأمور بخير إن شاء الله. الأمور بخير. أهم حاجة الناس يشتدوا. المتنفسين الوحيد كناسك الموقرة. الله يكرمك. على رأسها. الله يكرمك. ثانية أبناء القبائل مشايخ القبائل. جبنا الكورة الآن في ملعب مشايخ القبائل. صحيح. لا يكرروا ما حصل في طوق صنعاء. شوف الناس اليوم كيف أصبح وصمة عار لما يقول لك أنت من طوق صنعاء. مع أنه نعذرهم. أيوة. لكن بيصلحوا هذا الخطأ. بيصلحوا سيأتي وقت أيوة. إصلاح هذا الخطأ. مشايخ هامة في أبطال. مشايخ مدهج. مشايخ صحيح. بكيل. كم عد وغلط. والله حتى زعيم المهمشين الكيرعي كما تفضلت والله تحته رجال وشنبات يأكلون صحيح. الحجر والله صحيح. نعم نحييهم. فين اللي يلم؟ فين القائد؟ احنا مش القائد. القائد ما القائد غير طارق ما فيش. استغفر الله. في قادة في رجال. في رجال يا ابو طارق خلونا في رجال لا. لكن في رجال. طارق للعيان ظاهر قاتل ونظل في خلال 60 يوم ضاربوها. نعم. من أدنى ما دخلها الساحل. لا ننسى إخواننا في المقاومة الجنوبية موجودين. ألوية التهامة ألوية العمالقة كل هؤلاء القيادات نقبل رؤوسهم ونراهن على هؤلاء الأبطال. هو رجل بالرجال. أنا ما أكلل من أحد. صحيح صحيح. المقاومة الجنوبية لولا هم ما وصلت طارق. صحيح. نحييهم نحييهم في هذا الشهر الفضيل ونقبل رؤوسهم. نقبل رؤوس كل الأبطال في مختلف الجبهات. في مختلف الجبهات كل من يرفع زناده أو سلاحه ضد هذا المشروع التدميري نقبل رأسه بل نقبل قدمه. الآن احنا أملنا في الله يا أخي. احنا بسيط عمل عندنا إن شاء الله يا أبو طارق. وحييك شكرا لك وصلت رسالتك أخي العزيز. معذرة على المقاطعة. هو متصل جديد. ألو يا ألو يا مرحبا. ألو يا هلا مرحبا. أعود وأكرم مشاهدي الأكارم إنه الناس يعني أصبحت الرجال قبل أو النساء لنقول النساء قبل الرجال. والله أحيانا يستحي الواحد لما يقولوا من طوق صنعاء. يعني عرفت عبر التاريخ إنه قبائل صنعاء أصحاب شهامة وكرامة وغيرة ألو مرحبا. اتفضل أخي اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون الله يخليك. اتفضل من معي. الو معك عادل نجدي. اتفضل يا عم عادل هات ما عندك. هات ما عندك يا عم عادل. الو غير يا شباب. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير ومبارك عليكم. مساك النور والنعيم اخي العزيز. من معي اخي؟ معك ابو محمد من السعوديه. اهلا يا ابو محمد. تحيه لكل اخوانا المغتربين. بيض الله وجهه. الله يحييك. واتمنى يا اخي اتمنى من كل القبائل الا يخذلوا قبائل البيضاء. صحيح. ان شاء الله. والله في تباشير خير يا ابو محمد. ابشرك انه قبائل إن شبوه إن شاء الله. قبائل شبوه قبائل مارب قبائل القوف قبائل البيضاء كلهم على قلب رجل واحد. نتمنى من جميع القبائل الوقوف مع قبائل البيضاء لك لا يحصل ما حصل مع بقيه القبائل قبل فتره. صحيح. فنسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحق الحق. آمين. ونستودعكم الله. أشكرك يا أبو محمد. وإحنا نراهن أيضا على المغتربين أن يقفوا إلى بالدعوات خصوصا الذي في الحرم والذي في المدينة المنورة وجميع الآباء والأمهات. ادعوا لإخوانكم في البيضاء وكل الجبهات أن الله يعني ينصرهم على هذه على 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 هذه العصابة التي تجاوزت كل شيء داخل البلد. ألو مرحبا. يا هلا. ألو هلا ومرحبا. من معي؟ ألو. ألو نعم انت على هوا. من معي اختي؟ ألو بنت عفاش. معكم بنت عفاش. طيب واصل يا بنت عفاش انت على الهواء. اول شيء السلام عليكم رمضان كريم وكل عام شعبنا اليوم طيب بألف خير. واصلي واصل يا بنت عفاش. واصلي ما توقفي واصلي. وجميع شهداء. نعم. بالنسبة لموضوع الشهيد الحي. صوتك بيتقطع. واصلي طيب واصلي.
غيره شباب، غيره، الوقت بداهمنا نشيل في ناس السلام كثير. عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي، من معي؟ كيف حالك؟ يا حيا مرحب، عرفنا عليك أخي. معك أبو سعد، كيف حالك؟ طيب، كيف أخباركم؟ كيف علومكم؟ نحمد الله على كل حال. تفضل يا أبو سعد، هات ما عندك. يا أخي، إحنا بنسمع التهدير هذا في المحطة حقكم وبهذلتونا ولعبتوا في اليمن، كلكم، كل المجموعة، لا أبو للدنبوع ولا الحوجي، لعبكم في الشعب بس. هم لعبوا في الشعب، انتم متابعين لهم، لكن هم اللي لاعبين في الشعب كلهم الاثنين ذولا. طيب يا ابو سعد، ما هو الحل؟ انتم يا الاعلاميين شوفوا حل. والحل ما عندك حل يا ابو سعد؟ عندك حل؟ الحل انهم هذولا يروحوا ان شاء الله، واليمن يتولى موضوعه ان شاء الله. القبائل بدها تتحرك يا ابو سعد، شد حزامك، شد حزامك يا ابو سعد. ان شاء الله، ان شاء الله هذا رمضان هو شهر الغزوات، ان شاء الله لن ياتي 17 رمضان الا واحتفل اليمنيون بغزوات بدر الجديده باذن واحد احد. بس شوف لنا الدنبوع، كيف الدنبوع هذا كيف يسوي ما بيتحرك، ما بالله مثل الرموت. اشكرك يا ابو سعد وحييك، وهذا رايك، شكرا لك. ومتصل جديد. الو الو، مرحبا. الو الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، من معي اخي؟ الو، كيف حالك يا اخي؟ نحمد الله على كل حال، عرفنا عليك، من؟ كل عام وانتم بخير، شهر كريم ان شاء الله. وياك ان شاء الله، عرفنا عليك اخي وخش في الموضوع، هات ما عندك. ابو من؟ ابو مشعل الله يعافيك. ابو مشعل، تفضل على راسي يا ابو مشعل. واصل. الله يسلمك، حبينا نبارككم بس. تفضل على راسي، رسالتك لابناء البيضاء يا ابو مشعل. حبينا نسلم عليكم ونبارككم بالشهر الكريم. الله يحييك يا ابو مشعل واشكرك، شكرا جزيلا لك. ومتصل جديد. الو، شكرا يا ابو مشعل. الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. عمر من الجزائر. تحيه لابناء الجزائر، تفضل يا ابو عمر. تحياتي لكل الشعب اليمني. نعم يا اخي، مصيبه ايران اصبحت جريمه منظمه. اصبحت جريمه منظمه دوليه مدعومه مشتركه. صحيح. تستهدف الوطن العربي والمواطن العربي. نعم. تشاطرني في هذا الرأي. يجب على قيادة الجيوش العربية توقيف وعدم السماح لأي مدني أو عسكري التفاوض مع مجرمي الإرهاب ومجرمي الميليشيات. نعم. ودعامهم، لأن القانون الدولي يخول الجيش في كل بقاع العالم، مكافحة التطرف ومكافحة الجريمة ومكافحة انتشار السلاح وحل الميليشيات والجماعات المسلحة. صحيح. يجب القادة العسكريين الحزم والاتفاق وطاعة أوامر الشعب والقيام بمهامهم على أحسن وجه. يا أخي، أعطيني فرصة، أعطيني فضل. فرصة. واصل يا أبو عمر، واصل، خذ راحتك. توقيف ومنع أي إنسان يدعي الحل السياسي، لأن هذا الحل أثبت فشله منذ سنة 1967 إلى يومنا هذا، والحل السياسي هو من مكن إسرائيل واليهود بناء دولة إرهابية في وسط الوطن العربي عبر مفاوضات، ما زاد إلا إعطاء العدو حق غير مستحق. والحلول السياسية في المجتمع العربي هي من مكنت العدو والإرهاب وزادته قوة وضعفت أصحاب الحق. نعم. سواء في اليمن أو في فلسطين أو في ليبيا أو في كل الدول العربية. نعم. يا أخي، جريمة إيران منتشرة تسير ولا تنتظر أحد. نبقى مكتوفي الأيادي، نسمع ونكتفي بهذا. المشروع الإيراني الدولي هو الآن يسير في تطبيق مرحلة الدمار والتدمير. نبقى عاجزين بسبب مفاوضات سياسيين فاشلين. صحيح. باختصار، الحل السياسي فاشل، غير قادر، عاجز، مشلول، بل داعم لتسيير النظام التدميري وتسييره بيد العملاء الموجودون في داخل الوطن العربي، والعملاء هم من عقد الأمور على الجيوش العربية وخنق الشعب العربي. تحياتي لكل الشعب اليمني. أحييك يا أبو عمر، أحييك، وتحياتي للشعب الجزائري العظيم على نخوته وعلى عروبته، ولكل الأشقاء الذين أيضا يقفون إلى جانب إخوانهم اليمنيين وشعب اليمن في هذه المحنة. وأمنا بالله كبير، مشاهدينا الكرام،
ومستمرون معكم ومنكم وإليكم كما قلنا، وإن شاء الله ينتصر كل أبناء اليمن على هذه الشرذمة الخبيثة. حان الوقت أن نقول لا لهذه الميليشيات، لا للتخلف، لا للرجعية، لا للقتل، لا للدمار، لا للسلب، لا للنهب. كفى عبث بالوطن والشعب. دمتم أينما كنتم، إلى اللقاء.